السلام عليكم. لمحة للحاجات بتاعت الذكاء الصناعي اللي شركة أدوب بتعملها دلوقتي. يبقى عندك مثلا صورة تقدر تحولها لفيديو، مجرد بس تكتب. عندك مثلا عايزة كده سهلة جدا تعدل فيه. انت بتكون الصورة اوتوماتيك، بتقول له انا عايز مثلا تعدل لي في الصورة، هو اوتوماتيك يعدل لك فيها ويخليك فيديو ويحط لك فيها، يعني خلاص تقدر تقول ان الميد جورني او تحويل النصوص لصور خلاص بقى موجود في كل برامج ادوب. فده هيسهل الشغل. مش معنى كده ان احنا مش هنتعلم ادوب، هنتعلمه بس هيكون اسهل. الحاجات اللي كانت بتاخد منك وقت كتير هيكون اسهل. وزي ما شفنا في دلوقتي برامج بتعمل شغل 3 دي زي 3 دي ماكس وكده، برضه فيها ذكاء اصطناعي تقدر ان انت تقول له اعمل لي كذا هو يعملها لك. يعني تخيل مثلا انت عايز ترسم حاجه عجيبه وبتحاول تفكر ايه الاوامر اللي ممكن تعمل بقى الامر ده، انت لا تكتب له والله انا عايزك تعمل لي الشكل القوقعة، تعمل لي شكل كذا، هو يتولى ان هو يعمل لك الشكل اللي انت عايزه.